في محيط لا تهدأ فيه أصوات المدافع والقذائف، أنجز شباب تعز بطولتهم الرياضية الأولى من نوعها منذ عامين هنا في منطقة الكدر بقدس التابعة لمديرية المواسط. إنها بطولة الفقيد عبد الكريم النبهاني الرياضية للهواة التي أقيمت برعاية مكتب الشباب الرياضة بتعز، وشارك فيها 16 فريقاً من ريف المحافظة وبالتحديد في قدس بمديرية المواسط. محافظة تعز رغم الظروف ورغم تلك المحن التي يعانيها نتيجة الحرب، فهي بدورها تحاول أن ترسل رسالة مفادها أن الحرب لن يقف حجرة أثرة. جمعت المباراة النهائية بين فريقي الصباح الكدرة والعاصفة الزبيرة اللذين تأهلا على حساب فريقي النهضة والكدرة على التوالي، وانتهت إلى التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق قبل أن يحتكم لضربات الجزاء الترجيحية، ويتوج فريق الصباح بكأس البطولة التي اختتمت بعد شهر من المنافسة بين 16 فريقا لعبوا وفق نظام المجموعات. أصوات المشجعين وإيقاع الطبول غطت على أصوات المدافع المشتعلة على مقربة من هذا الملعب، وكتمت صوتها لكن دون أن تسكت. رغم الحرب والحصار والإهمال التي تعاني مدينة تعز، إلا أنها ما زالت تحافظ على موروثها الثقافي والرياضي والشعبي رغم كل ما تعانيه. اليوم أصوات أصوات المرافع تسكت، أصوات المدافع مدافع الميليشيا على بعد أمتار من المنطقة، إلا أن اليوم أصوات المرافع، أصوات الفرح، أصوات السلام تسكت هذه الأصوات، أصوات القصف والدمار والحرب. الجماهير كانت هي العلامة الفارقة في حدث رياضي استثنائي كهذا. معظم الشباب الذين عاشوا هذا الحدث الرياضي قدموا من المدن التي لغبتها الميليشيا وجعلت الحياة فيها محفوفة بالمخاطر وبائسة ومعدمة، ليستقروا في قراهم التي لم تعد بدورها ملاذا آمنا. الفريق الفائز بكأس البطولة احتفل ومعه هؤلاء بإنجازهم الاستثنائي في جبهة لا تهدأ فيها الحرب إلا لتشتعل من جديد.